يا صباح الخير على كل المتابعين والناس الحلوة الموجودة معانا. النهاردة أنا موجود في بني سويف، وصدفة كده في العربية في جراج فلمحت مشهد سيتي سكيب. في مجموعة مباني وفي عربيات في الجراج راكنة وفي شوية ظل ونور حلوين، فحبيت أشارككم المشهد ده وأنا رسمته فاست سكتش كده سريع. مش عارف هيبقى واضح كده. أوكي، ومعيش ورق بقى للأسف وقلم جاف، وإن شاء الله أول ما نرجع المرسم نطبق الكلام ده بألوان الجواش أو بألوان المية الأوكرانية. السلام عليكم.